اهلا بيكم، انا دكتور احمد البدري، دكتور علاج طبيعي، وفي الفيديو ده هقول لك هل فعلا عندك فلات فوت؟ طب لو عندك هل يتعالج بالتمارين او بالجبائر ولا لازم جراحه؟ طيب عشان تعرف انك عندك فلات فوت او لا، كل اللي انت مطالب بيه انك تقف عادي جدا وتحمل برجلك كويس على الارض. لو عندك فلات فوت هتلاقي الجزء الداخلي من القدم مسطح او قرب يلمس الارض. طيب عرفنا انك عندك فلات فوت، نعرف منين ان انت من النوع اللي بيتعالج بالتمارين او بالجبائر وده الحل السهل، او من النوع اللي بيستلزم الجراحه. كل اللي مطلوب منك ان انت بدل ما كانت رجلك دايسه على الارض او منحمل على الارض بشكل كويس، هتقعد وهترفع رجلك من على الارض. ولو انت من النوع اللي بيتعالج بالتمارين او بالجبائر، رجلك اللي كانت مسطحة على الأرض هتبدأ تاخد شكل الكيرف بشكل عادي. طيب لو انت من النوع اللي بيستلزم جراحة، رجليك كانت مسطحة طول ما انت دايس بيها على الأرض، وأول ما ترفعها من على الأرض هتفضل مسطحة وهتبقى فلات زي ما هي.